السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بفيديو جديد من مطبخنا مع بعض، مطبخ قرايش. شكرا لدعمكم على قناتنا قناة أطياف. ان شاء الله هنعمل النهاردة مع بعض صينية البطاطس في الفرن. صينية البطاطس بقى هنعملها بطريقة امهاتنا وحمواتنا بتاعت زمان بقى. يلا بينا مع بعض نشوف مقادير النهاردة. البصل هنقطعه كده جوانح كده صغيرة، وادي الطماطم ضربتها في الخلاط، بضرب معاها قرن فلفل حراق، والبطاطس بنقطعها كده مدور، انا مقطعها من شويه ونقعتها في الميه علشان ما تسودش. وادي التوابل بتاعتنا اللي هنحطها، فلفل اسمر وكمون ناعم، فلفل اسمر ناعم وكمون ناعم، ومعلقه صغيره بهارات مشكل، والثوم هندق معاها حبه الدقه دول، يعني مش هنحط عليها دقه غير الدقه اللي هنحطها مع الثوم او الملح اللي هندق بيه الثوم بس، ومعلقتين السمنه طبعا هنحطها عليها. اول خطواتنا في التحضير هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البصل، البصل زي ما هو جوانح كده، هنحط عليه التوابل دي كلها اللي عندنا، هندعك البصل بالتوابل بتاعتنا عشان يفضل مقرمش معانا في الصينيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، كميه التوابل اللي عندنا بسم الله. ماشي يا روس. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وندعك مع بعض البصل كويس قوي. يلا يا روس بسم الله، ونعصر كده مع بعض البصل بالشكل ده لحد ما ينزل ميته خالص عشان يبقى معانا مقرمش. بسم الله كده زي ما حضراتكم كده شايفين، هيبتدي بقى ينزل معانا الميه بتاعته. بقى شكل البصل بالشكل ده كده زي ما حضراتكم كده شايفين، طري بقى معانا خلاص. شطوره يا روز عسل. هنبتدي بقى نحط معانا الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنحط الصلصه اللي معانا ومعلقتين السمنه بسم الله، وهنقلب الخليط ده كله مع بعضه ونحطه على النار ياخد له غلوه. ورجعنا لكم دلوقتي بعد ما حطينا الصلصه تغلي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، البصله زي ما حضراتكم كده شايفين اهي مقرمشه. هنحط بقى التوم بتاعنا نيف ني كده، دقينا التوم مع الدقه اللي كانت معانا، هنحطها بسم الله، وهنقلب بقى كويس عشان التوم يندمج مع الصلصه. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنزود بقى كوباية المية دي، هنزود كوباية المية ونسقط البطاطس بتاعتنا. ضروري ان احنا نزود كوباية مية مع الصلصة بعد ما تثبت علشان تحافظ على اللون بتاع الصلصة، يبقى احمر زي ما انتم شايفين كده، ما يبقاش لونها اصفر. لو حطينا الشوربة على طول فوق الصلصة هتخلي لونها يغير ويصفر، انما المية بتحتفظ بلون الصلصة وبيفضل لونها احمر كده زي ما حضراتكم كده شايفين. وهنسقط بقى البطاطس بتاعتنا بسم الله، تاخد لها غلوة هي كمان مع الصلصة على النار، وبعدين ننزلها بقى في الفرن. هنسقط البطاطس بسم الله الرحمن الرحيم، وهنرجع لحضراتكم. دلوقتي حطينا الصينية بتاعتنا في الفرن، زودنا لها كبشتين شوربة، وحطينا الصينية بقى في فرن البوتاجاز. هنسيبها بقى تاخد نص ساعة كده في الفرن عقبال ما تستوي، ونخلص ونرجع لحضراتكم. ودلوقتي خلاص بعد الصينيه بتاعتها ما استوت، طلعناها كده خلاص من الفرن، خدت لها حوالي نص ساعه في فرن البوتاجاز. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت جميله، الريحه بصراحه بتاعتها جميله، مع التوم الني ده بقى كمان عامل لها ريحه روعه. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم، وتفضلوا معانا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.